سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم تخلص. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف رئيس مجلس محلي مجلس روم الأستاذ سليم صليبي. كيف حالك أستاذ سليم؟ الحمد لله، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. بداية أستاذ سليم، أنت مكمل في المجلس يعني؟ رأي ترشح حالك؟ نعم، أعلنت ترشيحي قبل أسبوع وإن شاء الله نستمرين، وفي عنا يعني مشاريع احنا افتتحناها وهي مسميها ميجا مشاريع، مشاريع الضخمه. نعم. يمكن مجلس يكون تتميز عن باقي القرى، اليوم فيها 7-8 مشاريع اللي يكون مشروع هو بعشرات الملايين. طبعا ان شاء الله، طبعا احنا ممنوع نعمل دعايه ولا لاي رئيس مجلس. بتعرف انه احنا في عنا عنا في عنا خلينا نقول برضو في حواجز، يعني في حدود اللي ممنوع نتخطاها. ولكن 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 استاذ سليم، عندما دخلت المجلس شو اهدافك كانت مشان انت تاخذ مجلس روم لمحلات اللي المواطن برضو ما حلم انه يكون فيها؟ طبعا قدم المجلس، انا كان عندي رؤية وبنينا يعني بالمجلس بنيت بسموه الرؤية الحزون، وكان تركيزي اولا هي انقاذ مجلس روم، كان وضع دين 100 مليون والمنهارة. الشغل الثاني كان التربية والتعليم والثقافة، هي بسمها اوليات. والشغل الثالث اخذت ميزة مجلس روم ان هي قرية جاهلية، قضية تطوير الاقتصاد وحوته الاقتصاد السياحي. هذول ثلاث قضايا، وكنت مؤمن انه بناء الانسان بيكون اول شيء قبل الشوارع هي الثقافه والتربيه والتعليم ومجمول او اقتصاد. هذول ثلاث قضايا اساسيه، وهذول اللي كان خلال 10 سنين شغلت عليهم، وانا اليوم بشوف مجلسكم موقع كثير منيح. طيب خلينا نتطرق لملف جدا ساخن، اللي هو طبعا مثل ما بهمك ومثل ما بهم المواطن في مجلس روم، بهم ابن النقب، بهم ابن الجليل، بهم ابن المثلث، اللي هو بتعرف العنف في المجتمع العربي. طبعا مجلس روم احنا بنعرف انه برضو اتأذت مثل باقي القرى. كيف اليوم بتقيم الهدوء خلينا نقول السائد اليوم في مجلس روم؟ اولا بصراحه مجلس روم بالاسبوعين تصل حتى في من صحافه انه مجلس روم اخذت اول ثلاث بلاد اللي هي اقل عنف، لكن هذا بقولش انه مجلس روم محمي من العنف، لانه انا بقول دائما اذا جاري مش بخير انا مش بخير، واذا البعن والدير ونحف انا بحكي جيراني فين عنف، العنف راح يجينا. وفيش امكانيه اليوم تحمي قريه عربيه لحالها تقول انا بعيد عن باقي القرى، احنا جزء من هذا المحيط. عشان هيك يعني يجب العمل كلنا مع بعض، كل وسط عربي يزيش مع بعض، لانه فيش بلد محمي. ما يجي يكون ما يميزها، انا حكيته قضيه انه بلد مسيسه، قضيه اللي نسبه القادمين عالي، بلد فيها كثير فعاليات ثقافيه وتربويه، مهرجانات، فهذا اعطى حمايه جدا لاهل مجلس روم. وهي الحمايه صار سنين، يعني مجلس روم معروف اكثر بالبلاد المسيسه، مجلس روم معروف في البلد المركزيه اذا في عمل ثقافه وعمل تربوي وعمل سياسي حتى، او الاحزاب جميعها موجوده هون. فهذا الحوار الثقافي حتى بالانتخابات احنا متحاور سياسيا، متحاور بالرؤيه، مش مفهوم العائله والبعد العائلي. فانا بظن هذا حمى كثير من مجلس روم، بس برجع بقول فيش بلد محميه، لانه حتى بتحمي نفسك من داخل بلدك راح يجيك العنف من برا. مفروض نستمر بالعمل، مفروض الدول تاخذ دورها، مفروض لجنه قطريه ولجنه متابعه كنا نشتغل مع بعض، لانه فيش بلد محميه. صحيح. طيب مجلس روم كيف نسبه الجبايه عندك استاذ سليم؟ احنا بفخر انه صار 8 سنين ناخذ يعني اللي بيجبي فوق 83% باخذ اللي بسموها الميزانيه المضافه. مجلسكم صارت يعني من وقت ما فوتت احنا بناخذها وصارت جزء من ميزانيتنا. عندنا بشكل عام نسبه يعني هاي فوق 86. طيب بما انك رئيس مجلس اللي عاشرت خلينا نقول الحكومه السابقه، حكومه لابيت بينت، والحكومه الحاليه، الامانه بدنا نحكي الامانه، كيف عشتوا انتوا كرؤساء مجالس في تلك الفتره، وكيف انتوا عايشين في هاي الفتره؟ انا بدي اقول لك انا يعني كمان رافقت الحكومه قبل اللي كان بيبي نتنياهو، وانا كنت من اللجنه المصغره باللجنه القطريه لصياغه 922 واستمرنا 550. بقدر اقول حتى باللجنه بالحكومه قبل والحكومه السابقه كان تعامل كثير احسن، كنت في مع مين تحكي، في ناس موظفين اللي مخدين قضيه التقدم 550 او قبل 922 لما يعني محمل الجاد، كان جلسات مع وزاره الماليه مع الموظفين.
هاي الحكومة احنا ما يعني بقدر اقول ما فيش مع مين نحكي لحد اليوم. هاي الحكومة لحد اليوم ما فيش يعني كان نعمل اجتماعات مع الحكومة السابقة كل 3 أشهر على قضية شو نعمل ب 550 وأبا 922 في هاي بعثون تقارير، هذا كله انعدم بهاي الحكومة. هاي الحكومة يعني واضح ان التعامل هو سياسي لا يمد اي صله للمهنيين. حسب رايك التصريح الاخير التضييق الاخير اللي عملكم اياه وزير الماليه انه اقتطع 200 مليون او 300 مليون المبلغ اللي هو، يعني حسب رايك انتم بتشوفوه هو من اتجاه عنصري ولا بقول لك مثل ما شرح نفسه على التلفزيون وقال انا حابب هاي المصاري اللي بتتحول للمجالس المحلية تروح للمكان الصح مش لعصابات الإجرام مثل ما هو بيدعي؟ طيب خلينا نبدأ نوضح الأمور. أول شيء الشيئين بيختلفوا إنه قرار عنصري. الشغلة الثانية مهمة جدا، إحنا أنا قلتها بالمرة، إحنا بالميزانية الموازية دي في الوسط العربي 600 مليون، هذول 600 مليون بتحول الوسط اليهودي، قبل 7 سنين طلبنا فيهن وقيمت لجنة وزارة الداخلية لفحص الدعاء ودا مظبوط، وطلبنا انه يعني يتصلح هذا الغبن قبل ب 922 اللي عملوه اعطونا وقتها 200 مليون يعني بسموه تسافتي يعني زياده عشان بديش يغيروا المعادله، قالوا وحطوا لجنه فحص تبع للجنه حد اليوم ما عملت شيء. فاول شيء الوزير اذا بده يكون يعني بيحكي عن مهنيه وهو وزير يعني وزير ماليه يفحص شو صار بقضيه انه في 600 مليون سنويا بتحول وسط عربي وسط يهودي، وانا بحكي للبلاد الضعاف. الشغلة الثانية وأنا بدي أحكي على قضية العنف، يعني مدال يعني ما الوزير وصاحبه بن كفير يحاربوا العنف ويعطوا الأمان للوسط العربية، هو بقول هيك بقول بن كفير عاقبكم إنه ما حاربش العنف، عاقبكم إنه عمال خوف في الجمعية العربية، عاقبكم إنه الولد صغير بشعرش بأمان، أنا بعاقبكم شيء ثاني مدال ما أقول لزميلي لا اشتغل، أنا بعاقبكم اقتصادياً. يعني في عقاب للمواطن العربي صار بالعنف وبالاقتصاد. الشغلة الثالثة وهي مهمة، أنا بدي أحكي على 200 مليون هذولا، طبعا 200 مليون مش كروم أعطيه اعتمادها بسيطة طلع على 3.5 مليون منهم. ميزانية مش كروم هي 128 مليون. إذا بني كفير كان قصدي بسموتش يعني 125 مليون اللي معنا اللي بيجونا مسموح عصابات الإجرام خذهن وقفت 3 مليون، إذا عصابات الإجرام عمال تاخذ شو بتحكي وادعاءاتك الكاذبة؟ طب ليه انت سامح بال 97% من الميزانيه؟ ال 200 مليون بنحكي عنها انها تعدوا 2-3% من وزاره الوسط العربي وهن تعويض على 600 مليون وعشان المشاريع الاساسيه. فالسؤال اذا انت يعني 97% ما كانش مشكله، اصابات الاجرام تاخذها يعني عندك مشكله بالكم مليون، فهو دعاء واضح انه ملوش اي صله لا باصابات الاجرام ولا له اي صله بالاقتصاد. اوكي ولكن استاذ سليم انا بايدك طبعا، انا مش ضد افكاركم ولا ضد، بالعكس ضد، انا مع نضالكم، مع نضال كل مواطن عربي يطالب له شكل من الدولة، ولكن انت تعلم وانا اعلم والمواطن يعلم ان هناك بعض المجالس المحلية السلطات المحلية فعلا اليوم عصابات الإجرام دخلت حتى فيها حتى النخاع، وانت بتعرف هذا الاشي أستاذ سليم. طب أنا ما بقول إنه نعالج هاي القصة من خلال قطع المساعدات عن المجالس المحلية أو الموازنات عن المجالس المحلية، لا، هناك في بدائل أخرى، وأنتم الآن في حالة إضراب، المجالس المحلية السلطات المحلية العربية اليوم في حالة إضراب. طب في خطوات اللي لازم تتخذ، المواطن بده يشوفكم اكثر صرامه مع هاي الحكومه. طبعا في خطوات واضحه لجنه قطريه يعني من شهر احنا بنشتغل، اذا هي بلشت مش بس للميزانيات، هي بلشت كمان محاربه العنف الى تشكيل شارع 6، ومن ثم صرنا جمعتين عملنا بالمره خيمه وسائل الخيمه اللي فيها تواجد واضح وفي مدارات قدام مكتب رئيس الحكومه، في عنا يوم الاثنين اضراب انذار، في كمان قرار بعدم فتح السن الدراسي واضراب مفتوح، وهي خطوات كل مره بالتصعيد، وفي كمان توجه لكل السفارات، واحنا بنصعد حتى يعني المواطن واحنا نحصل حقوقنا، احنا بنطالب بحقوق للمواطن العربي، انا بطالب ميزانيات انا بطالبها عشان نحافظ على الشغلات الاساسيه، احنا ما بنطالب عشان مهرجانات ولا بنطالب عشان قضيه جناين، احنا بنطالب شغلات اساسيه وهذا جزء من ميزانيتنا،
احنا بنطالب انه بدي المواطن وحق الدولة تحافظ امان المواطن، هذول طلبين حق لنا وحق لكل مواطن عربي. اذا هالحكومة مع انها حكومة باجبول، هي مش حكومة تامين، هي حكومة عنصرية اللي بيقودها بين كفير سموتريتش وبيبي نتانيهو بتخبى وراهن، اذا هالحكومة اعلنت الحرب على الجمهورية العربية احنا راح نصعد نضال. حتى شو التصعيد مثل شو خطوة. مش مثل شو، المواطن العربي ما زال ينتظر قرار حازم من قبل السلطات، لأنكم أنتم حلقة الوسط ما بين المواطن وما بين الحكومة. مثل شو؟ شو ال 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 التصعيد هو، التصعيد هو ليس فقط وسائل مجالس، التصعيد يكون كل جميع عربية، يعني كمان المجتمع المدني، كمان الناس تكون مع بعض. إحنا في منواجه واضح اليوم حكومة عنصرية جاية تحارب الجمعية العربية، والقضية مش قضية بين رئيس مجلس ويعني الناس. القضية الثانية إحنا منصعد النضال من قلنا إغلاق، يعني بعد فتح المجالس كليا، إغلاق المجالس كليا. أنا مع الخطوة وراها إنه في 67 رئيس ونفتحتها بالمرة، بنحط كل المفاتيح أو استقرارات لعند رئيس الجمهورية مضار، ويطلع مضار يسلمها. إذا أنتوا هاي المؤسسات الديمقراطية اللي هي تمثل الديمقراطية بدولة إسرائيل اللي هي المجالس لا تحموها ولا بكون تساعدوها، وتتعاملوا بعنصرية ضد أقلية، ومش نفس القوانين مش على السهولة مش علينا، مش نفس الميزات مش على السهولة مش علينا، تعالوا انتوا ديروا هاي المجالس مش احنا نديرها. بس في رؤساء مجالس، عفوا استاذ سليم، في رؤساء مجالس اللي عاملين حالهم زعلانين من اللجنه القطريه ولا يشاركوا حتى في اجتماعات اللجنه القطريه. يعني انت كنت في 67 رئيس سلطه محليه عربيه، مش كلهم مع هذا التوجه. صحيح، بس بالاخر يعني بالنضال بيبقى تصعيد فيه، وبالاخر كله راح ينجبر يكون بهذا التوجه، لانه لا بدين هذا التوجه. بالاخر لما المواطن العربي باي بلد بشم رئيس مع او ضد، بشوف الظلم والغبن ضد جماهيره، وبشوف الميزانات مش عم توقف، وبشوف المجالس حتى المجلس اللي هو مش مع الفكره، لكن لما بضلش يتبع معاشات وبضلش يضب زباله وبضلش يعمل اي شيء، هو لازم يصير قناعه انه انا جزء من هذه الجمعيه العربيه. اذا بنتوحد وبنمشي بهذا القرار احنا بنربح، اذا ما توحدش مشيش بالقرار اللي راح يدفع ثمن هو الجمعيه العربيه. انا بتامل مزبوط في رؤساء بشاركوش كثير. انا بقول في يعني احنا اليوم وضع اللي احنا محني مطلوب كل الرؤساء اليوم حتى اللي مش يشارك يجي يتواجد عشان يحمي اول شيء بلاد بلده، عشان يحمي نفسه، عشان ياخذ حق لاولاد بلده. اذا بدوش لحاله بقول مش راح ياخذ هذا الشكل. يعني المصاري يفهموها، المصاري جت لاخر فتره 952 هو شغل موحد لجقطيه. لما احنا كنا لجنه من اربعه ما حكينا باسم الجكروم، حكيت باسم كل الوسط العربي. لما دخلنا 15 مليار بدنا نكون موحدين، كانت الدولة تعرف انه مزبوط هون في اربع رؤساء بس في وراها 2 مليون بني ادم، عشان هيك دخلنا 15 مليار بعدين اجى التقدم. فتوحدتنا وكل جمعيه تلتف وكل الرؤساء يعرفوا انه فيش بديل، انا بقول لك راح ننصر، لانه فيش دوله تغضب تيجي اليوم دي 67 مجلس، فيش دولة تقمع 2 مليون، فيش دولة تدعي الديمقراطية ولا تحافظ على أجهزة الديمقراطية. إذا الحكم محلي هو رمز من رموز الديمقراطية، هاي الدولة تشتد على الديمقراطية، لأن هذا الرمز يعني غير مصان، وهذا الرمز فيه عنصرية وفشية. نعم، أنا في سؤال براودني، ممكن إنه يكون سؤال ساذج نوعاً ما طبعاً. إنه إحنا اليوم على أبواب الانتخابات، يعني خلينا نقول خلال شهرين في انتخابات للسلطات المحلية العربية، ماشي؟ في حالة إنه الرؤساء الحاليين سلموا المفاتيح والمجتمع العربي بيجي بكلها الحكومة، ما بدنا نشارك في الانتخابات التي ستجرى طبعا في 31/10/2023، بما إنك أنت رئيس مجرب وفاهم القوانين، ماذا يحدث في هذه الحالة؟ أنا بقول إذا الجميع أبي موحدة وبرفض المشاركة راح تكون هزة لكل مفهوم، خاصة إحنا اليوم بهالدولة. يعني في كمان إحنا بنقرأ صورة في تغيرات تصير بالدولة بين مفهوم الديمقراطية لهالدولة، بين مفهوم القضاء لهالدولة، وإحنا جزء من هاي المفهومات. إحنا سكون كمان أداة ضغط، إنه حتى يعني الديمقراطية مش وصل بوسط اليهودي، والمحاكمين مش وصل وسط اليهودي، في هون أقلية عمال تنتهك حقوقها قد الوسط اليهودي 10 مرات. فمفروض كمان اللي هنا بالوسط اليهودي أو مفروض اللي بخوضوا قضية الدفاع عن الديمقراطية يعرفوا إنه في أقلية 2 مليون والديمقراطية لا تنش جزء ديمقراطية، تنش تقول الديمقراطية للوسط اليهودي بس صعبة، بدها يكون في حكم فاشل بهمناش. فأنا هون بقول اليوم إذا جميع عربية توحدت وبالوضع إحنا فيه إحنا رح ننصر، رح نكون قوي، بس بلا وحدة نقنع بالقرارات، نلزم بالقرارات مع الوضع موجود بالدولة، إنه الناس معنية إنها تقوي ديمقراطية. فبقول إحنا راح نتسير، لأنه لا يمكن
قرارات واضحة يعني كل. أنا شو قصدي شو قصدي أستاذ سليم؟ أستاذ سليم أنا قصدي عدم المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر. هل المقترح وارد؟ حاليا ما طرحش المقترح إنه الرؤساء يعني هن يسلموا في محن 3 أشهر، لكن التصعيد وارد. يعني أنا ما عندنا رؤية، أنا اقترحت إنه إذا إحنا يعني نفس الوضع وجودنا مش راضين نتفلم عشان طوب الزبالة، فيش حاجة إلنا وفيش حاجة إحنا ندير تصعيد. يمكن نسهل أكثر، بعرف تصعيد دائما موارد حسب رد الحكومة. يعني إذا بكرة الحكومة قالت تحارب العنف يعني بشكل جدي وقالت تحول الميزانية تعطينا هنا، فراح نوقف كل التصعيد. لكن إذا الحكومة وسموت الشكيب بيحكي بده يصعد ضدنا وبيحكي بعد في خطط أخرى، يعني بيحكى الحكومة مش مثلا 200 مليون و100 مليون، في شغلات ثانية جاي. فهو واضح تصعيد، هو واضح بين حرب على أقلية، واضح بين حرب على 2 مليون من آدم، واضح لازم نستعد ونحافظ على نفسنا. نعم. والمعادلة راح أكثر للتصعيد، ونتمنى نكون موحدين، ونتمنى كل خطوات تتخذ بعقلانية، لكن كله يلزم فيها. أنا طبعا مما لا شك فيه أنه الواحد لازم يقول كلمة حق، أنه أنا بعرف أنه وزير الداخلية موشي أربيل بتواصل معكم، يعني على الأقل هو خلينا نقول بحاول أنه يكون لصالح السلطات المحلية العربية. كيف بتلاقوا هذا التجاوب من قبل وزير الداخلية طبعا، وتعنت في الوقت نفسه تعنت وزير المالية سموتريتش؟ هذا نرد السرعة، وزير الداخلية بعث مكتوب وواضح لازم ندفع المصاري، وانت هيك عملت يعني تأدل للصعبية النهار. يعني حايم بيه بسطات المحلية بعثت مكتوب وواضح تخيش المجال صعبية النهار. أعضاء كنيسة كلها بعثت إنه تخيش هاي. أنا بحكي الموظفين الكبار بالمالية قالوا اعطي هاي المصاري لأنه مجال صعبية النهار. بالمقابل في حزب أو اثنين يعني بس قرار عنصري لا يمت أي سلاح. يعني كل هذول الناس المهنيين والوزراء مش هامو مش سامحين في براسه أنه أنا جاي أعلن حرب على جميع العربيين. يعني أشكر الخبر بقول لك أنا جاي أعلن حرب اليوم. نشوف بطلع إذا كل هذا وزراءه وحكومته والموظفين كبار بوزارة المالية بيقولوا أنت عمال تأدي أنه هذا الحكم محل وصعبي نهار واعطين حقوقا، وهي هاي أقل إشي يعني ولازم تزيد أخرى. وهو معنت وبقول انا بحج مره انه اتفاق بين الحركه الاسلاميه وبين الحكومه السابقه، مره بقول لك اثبات الاجرام، كل ما بطل حجه. لكن واضح هو بده انه السلطات العربيه المحليه ووصل العربيه نهار مش اكثر. نعم استاذ سليم، لما انت حكيت لي طبعا في بدايه حديثك وسالتك عن قضيه الجبايه في مجلس الكروم، حكيت لي أنه يفوق الرقم يفوق 80%، وهذا طبعا رقم جيد جدا جدا بالنسبة لمجتمعنا في الوسط العربي. 3.5 مليون اللي هن من المفروض أن يتحولن لمجلس مجلس الكروم، شو بيأثرن على مجلس مجلس الكروم إذا ما تحولن؟ أول شيء خلينا نوضح عشان وسط العربي مضبوط، يعني بلد مش يكون فيها جباية جدا عالية، بس هتشوف ايش الجباية. هي جباية احنا نسميها ارنونة للسكن، وانا اقول لك ببديه تل ابيب لو عندنا بس ارنونة سكن كانت انهارت. ارنونة سكن هي خسارة، يعني هي مش ربح احنا. واكبر دليل يعني لازم وقت ما يفحص وقت الكورونا لما يجي عوض المجالس العربية عن الارنونة تاعت التجارة، احنا 20% تل وسط العربي اقل من 1% لسبب واحد، احنا عندنا مناطق صناعية ولا عندنا مناطق تجارية ولا عندنا شيء. يعني احنا موارد ذاتية ما عندنا بالاصل ما عندناش. وبيجي سموتش بقول لك انا فيش عندكم موارد ذاتية لانه انا 70 سنة ما اعطيناكوش مناطق صناعية وتطوروا حالكم، واليوم انا بتعاقبك كمان بالميزانيات. اليوم انا الميزانية مش لكم او اي بلد، هذول 3.5 مليون وفي اخرى بعد ان بعده في اخرى ميزانية 118 مليون بتوح، هذول حطيناها بالميزانية، وهذول عشان يعطي الخدمات الأساسية. يعني مش كروم هذول 4 مليون هن الخدمات الأساسية لمحاربة البيوف لقضية ضب الزبالة، هيك المجالس. اليوم أنت بتيجي تجيب 4 مليون أنت بتقول إنه هاي الخدمات الأساسية بقت تنهار. وسيدة بسألك مشكلة كمان في بلاد مثلها 8.5 مليون هذول كيف تنفعوش معاشات؟ فهو واضح إنه مستمر يعني، فهو بدأ مزيد الميزانيات لأنه إحنا البلاد ضعاف، إحنا فيش عندنا الدخل الذاتي. هو بجيب لك لا بنزل ميزانيات عشان امنعكم حتى الشغلات الاساسيه تتوشى مجتمعكم. طيب انتوا عارفين انه هاي المصاري وين كان بده يحولها؟ عندكم علم؟ ايه
مرة يعني هل أنا توقعت نحلي للمستوطنات أو في لقضية الحرادين. أنا بنرجع أقول لك إحنا ما أنا مشكلة ما أوش مستوطنة، أنا مشكلة يعني كلها مستوطنة غير شرعية، وإحنا ضد تعويضنا بشكل مع الحرادين ما عندنا أي مشكلة، بس في في 100 محل ميزانية يعني المفروض تزيد لهناك وتزيد عندنا، هذا بعرفه. نعم. بتاعت الأضعاف. أنا ما عندنا مشكلة، في 100 محل دول ميزتها تريليونات بيجي على الوسط العربي 200 مليون. يعني أنت بتروح ضعيف وبتضربه وبتحاول تخليه نهار عشان مبلغ، لأنه أنت عندك 1000 محل تاخذ منه. الهدف هو أنا بقول مش بس 200 مليون، وهو عنده بيحكي فيه أخرى، هو الهدف إضعاف الحكم المحلي بالوسط العربي. ليه؟ شو هدفه؟ شو هدفه؟ إضعاف أضعفنا 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 الحكم المحلي في المجتمع العربي. شو بده يعني؟ بده كلياتكم تروحوا على البيت على البيوت ويعمل حكم عسكري من جديد يعني؟ هو بدوش قيادة، هو عنده مشكلة مع أي قيادة. عمل اليوم ظهرت الحكم محلي وفي لجنة قطرية وفي قيادة محلية وفي قيادة وطنية وفي قيادة بتحافظ على اللغة العربية وبتحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، في قيادة عمل كمان هي جزء وبتفتخر إنها جزء من شعب فلسطيني. فهو كل هالقيادة وكل هالفكرة وكل قضية تنظيم مجتمع عربي بدوش قيادته. يعني أنا مش فاهم، أنا لأول مرة بسمع إنه وزير بحارب رئيس سلطة محلية. يعني مش عارف، مش بس انت استاذ سليم محارب كل السلطات المحليه العربيه محليه. هو يعني هو عم مقاطعه كل السلطات العربيه وبن كفير. يعني انت بتحكي مسؤول، يعني الاكثر شيء يعني المهمنا هو الامن، امننا واقتصادنا. هذول وزيرين هن يعني اكثر وزيرين بحرب على الوسط العربي، هذول اكثر وزيرين بيحكوش مع الوسط العربي، وهذول اكثر وزيرين بده الوسط العربي ينهار، وهن مسؤولين عن اهم شيء، اهم شغلتين عندنا اقتصاد وامن. اها طيب استاذ سليم، بدي ارجعك على ملف العنف. في سؤال طبعا بيراودني وطبعا حسب الاحصاءات الاخيره اللي اصدرتها الشرطه، تقول معظم خلينا نقول اللي ما يسمى في الخاوه اليوم اكتشفوا انه موجود في الجليل. ليه فجاه قنبلة موقوتة كانت وانفجرت مسألة الخاوة ومسألة العنف في الجليل؟ ليه العين كلها على الجليل من عصابات الإجرام، من عائلات الإجرام، من الناس؟ صرنا نسمع في عائلات إجرام بتعرف عن طريق وسائل الإعلام، يعني ما كانت معروفة. ليه الجليل؟ شو ناقصه الجليل أستاذ سليم؟ أنا ما بقول يقول جيل، بس خلينا قلنا قبل للأسف قبل 15 سنة كان إشي موجود بالنقب ومن مثلث وجلي، كان فك حاله آمن. نعم. وعدم إنه صحينا إنه كيف قلت فيش بلد محمية. يعني قبل 15 سنة كنا نسمع طيب وجلجولة وفكرنا الجليل حملناش بهالموضوع، فجأة إجا على الجليل. هو جزء من هاي المعادلة، فيش بلد عربية محمية. اليوم يمكن هالفترة إنه الجليل عم يتطور شوي اقتصاديا، فيه اقتصادية، لكن هي فترة وموجود كل البلاد، بس كان الجليل هو اخر بلد فتوه، عشان هيك اليوم بتشوف القوه بالجليل، لانه احنا اخطأنا بالجليل وكل البلاد لما بلشت قضيه العنف تظهر ببعض القرى في بجنوب ابو المثلث، ما وقفناش قيادة عربية وحاولنا نوقد هاي الفتنه وقتها. فاليوم هي بالجليل لانه هي اخر بلد، يعني اخر منطقه وصلوها الجليل. حلو. يعني اليوم هل انتم في لكم دور كرؤساء مجالس محليه اليوم في الجليل لوقف هاي الظاهرة؟ طبعا الآفة، خلينا نسميها الآفة. أقول في دور أول شيء أساسي لرؤساء السلطات ولكل قيادة العربية. طبعا في دور اللي هون للأسف الدور، يعني قضية المحافظة عن المواطن كل العالم هي وظيفة حكومي. نعم. وظيفة دولي. إحنا وظيفتنا أكثر، وهذا بهمني أنا، إحنا وظيفتنا أكثر تربية ثقافة، نعالج كل اللي بنسميهن الشباب اللي لا هن بيشتغلوا ولا هن بيتعلموا، نفتح آفاق وإمكانيات لما يجي يكون عمال، قلت أنا بيجي يكون يمز هاي الشغلات الأعمال الثقافية. وفي مفروض الدولة تأخذ دورها بقضية محاربة العنف، للأسف الدولة مش مأخذ دورها، عشان هيك إحنا يعني موجودين بأزمة. لكن أبوش إن نيأس، أبوش إن نستسلم، مفروض نطرح حلول، مفروض يتم دائما نفكر بالحل البعيد. الحل البعيد هو نعم بس بالثقافه وبالتربيه وحمايه مجتمعنا وتقويه مجتمعنا. طيب استاذ سليم، استاذ سليم في خلينا نقول الفتره القادمه، المرحله القادمه، شو مشاريعك للمرحله القادمه فيما لو اجريت الانتخابات بشهر 10؟
بالنسبة للعمل البلدي ماجيك روم ولا مع القطريين؟ لا ماجد الكروم، احنا بنحكي عن ماجد الكروم. انا قلت ماجيك روم يعني ماجيك روم هي اليوم تنعد بلد مركزية في الشمال وتحول بلد مركزية. ماجيك روم في عدة كثير مشاريع، يعني احنا بنفتتح ان القصر الثقافي مشروع 90 مليون واكبر مشروع بالشمال بالوسط العربي اليهودي، له اوديتوريوم مع مركز هايتك مع مركز موسيقى ضخم. فينا شارع 85 وهو شارع كمان يعني هو شارع اقتصادي ورافع اقتصاديه مفروض لسه يخلص. في عنا عملنا حي جديد، عم نشتغل حي جديد بسموه حي فاتمالي، راح يكون اكثر حي عصري، بده حوالي 150 مليون وبلشنا فيه. فانا عندي قلت في اربع خمس مشاريع ميجا لازم اخلصين، وراح نستمر بالاعمال التنمويه. لكن انا دائما قلت بامن بالثقافه وبالتربيه وبالتعليم، وهذا اهم شيء، وهذا مخ الدور الاساسي عندنا. قضيه مش يكون قضيه المهرجانات، قضيه التعليم، قضيه التربيه، قضيه كل الفعاليات الثقافيه، قضية الحوار السياسي موجود بمجلس روم. هذا اليوم بدليل انه اليوم احنا بحاجة له، لانه هذا الحما مجلس روم. لما مجلس روم البلد فيها ثقافة، البلد فيها عنف، الحما هي الثقافة والتربية والنقاش السياسي. اخي سليم، في سؤال طبعا راودني وانا كثير طبعا الحمد لله استضفنا كثير من رؤساء المجالس المحلية الموجودين واللي كانوا واللي مرشحين. أنا خايف من شغلي، هل هذا التخوف موجود عندك إنه هاي الانتخابات القادمة في السلطات المحلية العربية راح تكون شوي صعبة، مش شوي كثير صعبة، ممكن تؤدي لا سمح الله لا سمح الله لعنف قتل؟ أنا بحكي يا دول، أنا متخوف بكثير بلاد، لكن أنا بحكي عن مجلس روم. مجلس روم أو فيها الانتخابات جدا، هذه الحادثة في الجو الانتخابات، النقاش هو نقاش باحترام. احنا بأول مرة صرنا 15 سنة ما فيش تجريح. قضية التعصب العائلي مش موجود عندنا، يعني عندنا مش يكون كله بقى في البيت مقسم، مستحيل تلاقي البيت صوت نفس الشيء، البيت مقسم. لحد مش يكون لحد قبل الجمعة ما كانش في انتخابات، كانوا يقولوا فيش انتخابات، لسه فيه أخر مرشح وبلش النقاش. لكن ما يميز مش يكون لما البيت مش العائلي، البيت مقسم، فاعرف انه في حماية. مش في في منافسين لإلك أعلنوا؟ في طلع في يعني في قبل جمعة منافس يعني قرر انه ينزل، وفي جو حلو بالبلد وهيك رح تم بلد مش يكون تختلف. انا قلت لانه شرنا ثقافه شرنا تربيه شرنا سياسه. اليوم ان الانتخابات هي شيء حلو، الانتخابات هو نقاش، البيت الاخ بكش مع اخوه، الاب مش مع ابنه، كل واحد بحاله وبناقش وبنقعد مع بعض نناقش. هذا ما يسمى شكون مش يكون من 15 سنه مفهوم التعصب العائلي والعيله والقشيم هاي انتهت من الجكوم. ولما انت بتقسم البيت انت محمي. الحمد لله، بتمنى انه رؤساء السلطات المحليه العربيه في المجتمع العربي والمجتمع العربي والمواطن العربي انه ينظر لمجد الكروم كمثال اعلى اللي يثبت انه احنا اساس الديمقراطيه في اي انتخابات بتكون، يعني في اي انتخابات. شيء رائع جدا استاذ سليم، شكرا لك. سليم السليبي رئيس مجلس مجد الكروم، شكرا لك. تسلموا. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي هذه الحلقة من برنامج تخلص، على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.